حياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام في فقرة جديدة وجولة جديدة إن شاء الله من جولات سوقنا من سوق حارات سيارات الشارقة. اليوم إن شاء الله بتعرف وياكم على أحد المعارض الموجودة في إمارة الشارقة في الرقعة الحمراء. طبعا المعرض هذا ما شاء الله متميز عند مجموعة من السيارات اللي هي تعتبر نادرة والسيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي، لكن شيء إن شاء الله بيعجبكم. بنتعرف وياكم على صاحب المعرض، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في حلقتنا. اليوم إن شاء الله بنتعرف وياكم على صاحب المعرض هنا مواتر موتورز، بيخبرني عن السيارات المعروضة عنده هنا المميزة، وطبعا بندخل وياه في حوارات ثانية نسبة المبيعات والإقبال كيف على معارض الشارقة والمعرض عنده، ويعتبر هذا المعرض أحد المعارض المميزة في إمارة الشارقة. السلام عليكم. حياك الله عليك. كيف الحال أستاذي؟ تعرفنا باسمك عفوا؟ حسن خليل درويش. حسن خليل درويش صاحب معرض مواتر موتورز. استاذ حسن، تخبرنا ما شاء الله عندك سيارات مميزه، سيارات على الصفر وسيارات 2017 وسيارات 2016. تمام. فخبرني السيارات المميزه جدا عندك في المعرض هنا، بدايه نبدا وياك في الاشياء المميزه. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. طبعا ما لي عارفه منين بدي بلش. الحمد لله يعني في تشكيله كثير كبيره وانواع منيحه. في عندنا سيارات مستعمله، في عندنا سيارات زيرو، الحمد لله البادجت كلها متوفره من 10000 وانت طالع لتوصل يعني اسعار المعرض تبدا من 10000 وطالع. تماما. نبدا زي وياك في السيارات اللي هي على الصفر تعتبر. هلا زيرو كيلومتر اليوم حنحكي عن يعني بعض السيارات المميزه ومو متوفره، يعني اللي توفرها بالسوق او بالوكاله. نعم. نحكي على الكيو 7 طبعا، هي السياره سيده الاودي كيو 7، الاودي كيو 7 2017 زيرو كيلومتر. هاي السياره تعتبر سيده المجتمع الراقي يعني. نعم. عملوا تعديلات كثير جميله عليها الالمان، وهذا اللي بيميزهم يعني. وتعتبر من فئه الدفع الرباعي. دفع رباعي. نعم. 3.0 330 حصان، 7 كراسي طبعا، في منها 5 وفي منها 7. السبعه هلا الموجوده المتوفره عندنا، في اوبشن 3 اوبشنات. غيروا الفيس ليفت كامل تبعها، غيروا الفيس ليفت، تميزت الاضاءه الاماميه، البمبر الامامي طبعا. اكيد بعد فيها اضافات تكنولوجيه. أكيد. اعتقد استاذ حسن ولا طبعا تماما. اول نعم. شيء بنحكي من برا، طبعا من برا تميزت، خفضوا ارتفاعها وعرضوها شوي وطولوها شوي عن الشكل القديم، ومن جوا طبعا واسعه امامي ولا خلفي، وطبعا من جوا الداشبورد مميز وراقي جدا. نعم. وواسع، وعند الستيرينج في كل الكنترول بانل، كل شيء بيحتاجه صاحب السياره. شاشه كبيره. السيارة بتتميز انه هي سيارة دفع رباعي، سيارة للصحراء، سيارة للمدينة، سيارة للعائلة، سيارة للشخصي. سيارة كتير يعني كتير سيارة جميلة. تعتبر شاملة، اللي هي يقصدونها كبار السن ولا الشباب ولا العوائل. طبعا السيارة جدا فارهة، سيارة مميزة جميل. من ناحية التكنولوجيا اللي فيها، زائد انها هي مواصفاتها وبشكل كامل تغيرت عن الموديلات القديمة طبعا. تماما. وما شاء الله مثل ما عرفنا انت تقريبا الوحيد اللي موجود هنا في إمارة الشارقة وفي المعارض عندك الاودي. هاي واصلة تقريبا في الوكالة، اذا تروح تطلبها تاخذ من 4 إلى 5 أشهر تقريبا. لا احكي لك شغله مهمة بالنسبة للكيو 7، احنا متوفرة عندنا الوحيدين بالامارات العربية. نعم. وبالوكالة طبعا متوفرة، ولكن بدها اوردر 3 شهور اقل شيء. استاذ حسن خلينا نجرب عند سيارة ونتكلم عن مواصفاتها اكثر، بنكون نفس الوقت قريبين منها. خبرني ما شاء الله بالنسبة للكيو 7 زي ما قلت لك، الفيس تبعها متغير تماما. الانارة الامامية بتتميز انه بتعطي 200 متر مساحة لقدام انارة. نعم. الارتفاع انخفض، العرض شيء بسيط، طول شيء بسيط كمان. السيارة مثل ما قلت لك من جوا سيارة واسعة، كل وسائل الترفيه موجودة فيها. الاوبشن بيختلف بقى، عندك 3 فئات موجودين عندنا. الميزة الأهم من بموضوع الأودي كيو 7 هو إنه الوحيدين موجودين بالإمارات عندنا نحن السيارة، وبالوكالة متوفرة بعد 3 شهور أوردر. وأهم من هذا كله إنه السعر بيفرق تماما، لأنه السعر ببلش بالوكالة من 340,000 درهم، ونحن هلا عاملين أوفر عليها عندنا. نعم. ببلش سعرها من 215,000. ما شاء الله، بارتفاع شاسع. تماما، بارتفاع المواصفات وباختلاف الميزات اللي فيها والألوان. المحرك يجيك 8 ولا 6 عفوا؟ 3.0
6 سلندر 330 حصان. 330 حصان تماما تماما. زين حسين بننتقل وياك بعد، عندك ما شاء الله احد السيارات المميزه هنا، خلينا نصير عداله هنا، البورش الكاين. هذه وحش السوق. وبعدين في خبرنا مفاجأة ان الموديل كم السياره؟ هاي السياره جي سي سي سبيس، هي 2013 0 كيلومتر فول اوبشن تيربو. طبعا هي من اعلى الفئات، طبعا بيجي بعد الاس. سياره تعتبر مخزنه كانت في الوكالة ولا كيف حصلت عليها؟ لا ستوك، هي موجوده ستوك موجود. سياره 2013 0 كيلومتر. حاليا في 2017 يعني 2017. عمرها اربع سنوات تمام. تقريبا، والسياره على الصفر الى الان 0 كيلومتر، ومتوفر عندي مستعمل زيها، متوفر عندي مستعمل. هاي السيارة مثل ما قلت لك فول اوبشن كاملة، فول كربون فايبر من جوا. سيارة بتنافسها سيارة يعني جي 63، عم تحكي عن مرسيدس جي 63. سيارة قوية، سيارة عائلية، شبابية نعم. صحراء، الكل يرغبها الكل يرغب هاي السيارة. بورش ما في داعي انا احكي عنها، حد يعني يختص فيه، لكن هي مرغوبة للجميع تماما. بنتحول وياك بعد من ما شاء الله الجيب، عفوا البورش الجيب الاس ار تي 8. خبرنا ما شاء الله عندك كميات كبيره منه والوان متوفر في المعرض، نبغى نعرف الموديلات والاسعار استاذ. طبعا الجيب جراند شيروكي هي فئه الاس ار تي 8 اعلى فئه. طبعا هي السياره ميزتها الاساسيه انه ماكينتها جايه ماكينتها بالطول. هي الماكينه بالطول يعني هي اساسا دفع رباعي مصمم. سيارة فول اوبشن مميزة برنجاتها، بالكيت، بالاضاءة، حتى بفرشة، قوة محركة 6.4، هي بتجي 8 سلندر 470 حصان. سيارة بتنافس، عم تحكي عن منافسة للاس في ار، سيارة الرانج روفر السبورت الاس في ار. سيارة جدا 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 قوية، واللي بيعرف الجيب بيعرف شو عم بحكي تماما. يعني شو الالوان متوفرة عندك؟ متوفر عندي ابيض واسود حاليا، من جوا احمر. زين كم هن عفوا؟ 2015 0 كيلومتر. 0 كيلومتر طبعا ميزتهم اكيد اي سيارة موجودة عندي يعني ميزتها الاساسية والاولية هي انه السعر بيفرق عن سعر السوق وعن سعر الوكالة. وطبعا احب ننوه للمشاهدين الكرام ان السيارات طبعا خليجية، هاي مش سيارات مستوردة. مو بس خليجية، انا بعطيه ضمان وكالة اذا حق، او بعطيه ضمان، هي ضمانات الخليج. ضمان معروفة بدولة الامارات اللي هي كل سنوات تعتبر. طبعا في خمسة، في ثلاثة، في مفتوح الكيلو، في محدود الكيلو، في اوبشن كثير للضمان، وعندي عقود صيانة حتى. يعني انا الزبون بيجي ان شاء الله بياخذ السيارة وهو مطمن وعرفان لوين رايح. الله يعطيك العافية. واهم شيء كمان السعر ببلش 179,000 درهم. 179 سعر السيارة. تماما سعر في الوكالة اعتقد كانت 235 235 بعد الخصم بحسب اوبشنه. الاوبشن نفسه اللي عندي ببلش 235 على نفس الموديل. هالحين حقها 310,000 بالوكالة طبعا. 2016 2017. زي ما قلت لك 2015 0 كيلومتر السيارة. الله يعطيك العافية سيد حسين وشكرا جزيلا. حياك انت مميز والمعرض مميز والسيارات ما شاء الله مميز. يعطيك العافية. مشاهدينا متابعينا الكرام مثل ما شفتوا ويانا المعرض هذا ما شاء الله عنده سيارات موديلات 2013، لكن ما شاء الله بعد على الصفر الى الان سيارات غير مستخدمه. ومثل ما قال اخونا حسين صاحب المعرض ان السيارات عليها ضمان الى الان من المصنع ومن الوكيل، وسيارات مثل ما شفتوا ويانا قمه النظافه، سيارات طيبه وجيده واسعارها جدا مناسبه. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. مع السلامه.